ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى آخر الآيات. وهذه الآيات جاءت بعد أن ذكر الله تعالى صنفين من البشر، فجاءت هذه الآيات لتبين الصنف الثالث من الناس. ذكر الله في سورة البقرة في أوائلها ذكر الله بعض صفات المؤمنين: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ده الصنف الأول من الناس وهم المؤمنون. الصنف الثاني هم الكفار، قال الله عنهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعد ذلك ذكر الصنف الثالث وهم المنافقون. ونحن دارين نتكلم عن الصنف الثالث ده لأنه ده خطير جدا، ولأنه كثير من الناس قد يقع فيه وهو ما عارف، كما سيتبين إن شاء الله تعالى. ولابن جرير الطبري في تفسيره تعليق على هذه الأصناف الثلاثة، وكذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وملخص هذا التعليق أن الأوائل جمعوا بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر. الصنف الأول من البشر وهم المؤمنون في هذه الآيات جمع الله لهم بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ده في الباطن، ويقيمون الصلاة، وده شنو؟ في الظاهر، إلى آخر الآية. والصنف الثاني هم الكفار، وهؤلاء الذين جمعوا بين فساد الباطن وفساد شنو؟ الظاهر. ذلوا واضحين، كافر عديل بالله تعالى ظاهرا وباطنا. عشان كده قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أنت فسمعوا الإنذار أم لم تنذرهم فيسمعوا الإنذار لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم، القلب جوا، وعلى سمعهم وده برا، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ده الواضحين ماذا نقف معهم كثير، ده نقف مع الصنف الثالث. وما تفتكر الصنف الثالث دي بس صفاتهم، عندهم صفات كثيرة في القرآن، بل سمى الله سورة كاملة باسمهم. زي ما بتلقى سورة المؤمنون تلقى سورة المنافقون،
سورة المنافقون. وتلقى في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره. وبتلقى يتكلم الله تعالى عن الكفار وعن المشركين ويصفهم بأنهم أولياء بعض، لكن لما تلقى الكلام عن المنافقين تلقى قال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما عندهم ولاية أصلا، ديل بعضهم من بعض ولا يؤمنوا ظاهرا وباطنا. طيب، وبتلقى عندهم صفات كثيرة في القرآن، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن بعد ده قال كأنهم خشب مسندة، تجيب لك بورد خشبة تسندة على الحيطة وتجيب الثانية والثالثة ويجي زول يتكلم في الدين، هل الخشب بيفهم شيء؟ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ووصفهم بصفات كثيرة في القرآن الكريم. هنا قال ومن الناس، ودي الآيات دي بتبين حال المنافقين في الدنيا، وفي آيات بتبين حالهم في الآخرة، ودي برضو في نهاية المثل ده بيبين حالهم في الآخرة. قال ومن الناس، ده صنف من الناس. وقبل ما أخش في الصنف ده، اللفظة دي ومن الناس فيها رد عليه كثير من الناس، اللي انت لما تجي تتكلم تقول في ناس بيعملوا كذي، ولك يا مولانا ما في داعي للمشاكل، خليهم في حالهم يا أخ، ما لكم على الناس، انت بس قول آية وحديث، دي ما آية. ومن الناس، الله قال لك في ناس كذي، ومن الناس من يقول آمنا، انت ذاتك كداعية تقول ومن الناس في ناس تقول كذي، ومرات تعين منطقة ذاتك. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في شنو؟ في المدينة. المدينة دي أحسن من أي بلد تاني في البلد دي، يعني أحسن من أي بلد في البلد. أنت تقول أنا مشيت منطقة اتكلمت قام لي داعية قال لي يا زول أنت شغال لنا في البلد دي وفي كذي تجيب لنا مشاكل، نحن عندنا مؤسسات، أنت جينا من بعيد تسوي المشاكل وتمشي مؤسساتنا دي، نحن انت هذول قلت له اخير بلدك دي ولا المدينه؟ الله جابه في القران قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا إلى آخر الآية. عشان كده تقول ومن الناس عشان تعالج مشاكل الناس، يعني ما بتلقى لك خروف مات، خروف مات في خرفان طافوا بقبره وشالوا ترابه وتبركوا به، قالوا بركات الخروف عشان يوم الضحية الضباح ما يشوفنا، ما قالوا كذي يا أخي. ولا بتلقى لك كديسة معلقة لها حجاب من الكلاب، ولا بتلقى لك جقر لابس لك كمون خايف باقي الفيران الدعل، ما فيها ناس. الشرك والبدع والمعاصي كلها في البشر، في البشر والجن. عشان كده دائما بتلقى شنو؟ تلقى ومن الناس، ومن الناس عشان تعالج الناس. بل الرسل الأنبياء عفوا الأنبياء جميعا جاءوا من البشر، حتى الجن. مش الجن مكلفون؟ الجن عندهم تكليف زي ما عندنا تكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن ما جاءوا الرسول واحد، كل الرسل كل الأنبياء جاءوا من الإنس، كل الأنبياء. أما الرسل في رسل من الملائكة ورسل من البشر، وهؤلاء البشر
يبلغون الناس الحق بعد ذاك الجن بيسمع. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أما الآية التي في سورة الأعراف دمي على سبيل التعميم والإلزام والحجة، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، مش المقصود من الجن والإنس، من الإنس، وإنما الجن سمعوا أقوال هؤلاء الرسل وسمعوا دعوتهم إما مباشرة في حياتهم وإما من أتباعهم بعد مماتهم إلى آخره. طيب قال ومن الناس، صف من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وانتبه للآيات دي من سورة البقرة، 5 آيات في المؤمنين، آيتان في الكافرين، 13 آية في المنافقين. موضوع خطير جدا. كونوا قاعدين يا أخي، مش الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بأسماء ناس من المنافقين؟ مش وراه ناس، لكن في ناس تانيين دال ما بزول عارفون. الله قال في القرآن سبحانه وتعالى، قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. دي قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين إلى آخر الآية. فكذا المنافق ده خطر جدا، ده خطر جدا. طيب المؤمنون أظهروا وأبطنوا الحق، والكافرون أظهروا وأبطنوا الباطل، والمنافقون وافقوا المؤمنين في ظاهرهم ووافقوا الكافرين في شنو؟ باطنهم. والباطن أهم من شنو؟ من الظاهر، مع أنه الظاهر مطلوب، لكن ديل ضيعوا الباطن، وفي الظاهر ذاته عندهم أشياء بيقعوا فيها زي الجبال ذكرنا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا شنو؟ كسالى، دي ما في الظاهر، عندهم أشياء ذاته. وأثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلاة صلاة الفجر وصلاة شنو؟ العشاء، لأنه دي ظلمة. بيقولوا يا أخي نمش يشوفون الجماعة ذي، ولا خير ما نمش ذاته ما بزول شايفه، هون أصلا ما دارين يمشوا، دارين بس يراؤون الناس. طيب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ودي برضو رد عليه كثير من الناس، يقول لك يا مولانا زول يشهد أن لا إله إلا الله تاني تقوله كفر؟ أول شيء نحن ولله الحمد ما منكفر زول تعيينا إلا إذا توفرت فيه شروط معينة ذكرها أهل العلم واستنبطوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفت عنه موانع التكفير. من إنه الزول ده مجنون، طغى شيء عليه عقله خلاه في درجة بتاعت إغلاق ما فاهم شيء، الزول ده مكره عمل الشيء ده، جاهل ولم تقم عليه الحجة إلى آخره من الأسباب ومن الموانع. لكن في النهاية تعرف إنه نحن لم نكفر تعيينا، نسي لو زول عتر عديل وقع هذا عتر قال يا فلان الحقنا، ما بنقول له طوالي التكافر في النار شد حيلك بعدين في سقر، بنقول له يا أخي الفعل ده كفر، والدليل على إنه كفر قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. رب العزة والجلال وصف إنه الفعل ده كفر، بل قال ده ردة، قال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، دي ردة. زول يقول أشهد أن لا إله إلا الله
معناها ثلاثة عقيدته في الله وموحد الله سبحانه وتعالى، بكرة يعتر ينادي غير الله، ده ارتده أو دي ردة. أما هو تعيينا بنبين له يا أخي اسمع الشدة في الشريعة الله قال كذي، ما تدعو غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ندي الآيات، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الشدة خطر، دي ردة. قال لا 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 أنا كذي بس، قمت كذي بس، وإنتوا وهابية ما بقبل منكم وهابية. الله قال لا لا دي آيات الوهابية. الرسول قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، دي أحاديث الوهابية. أها زي ده ده كلا إنها لظى نزاعة للشوى. الله قال تدعو من أدبر وتولى، أدبر وتولى، أدبر عن سماع الحق أو عن قبول الحق، وتولى بجسده. فأدبر ظاهرا وباطنا، وتولى ظاهرا، وتولى ظاهرا وباطنا. فده زول ما مقبول، وده زول ده ده بعد ذاك أمر واضح ما فيه اثنين ثلاثة. زول قال لك أنا الآيات دي ما بتنفع معي، عديل حقتكم انتم، هون احنا حقين الله، نحن ذات عبيد الله، ما في آيات حقات وهابية وآيات حقات جماعة تامين وآيات كذي، وما في وهابية ذات دي حاجة بجيبوها دارس صدوا بها الناس. زي ما انت بتقول الطريقة الفلانية والجماعة الفلانية والحزب الفلاني، وداري بقوك حزب التزات ويتبعوك لرجل غير النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما انت بتنسبوا للرجل وهم بيعترفوا انهم تابعين للرجل. لا فالمهم ده موضوع انا ما داري شتت الكلام، لكن درد علي كثير من الناس يقول لك احنا نشهد ان لا اله الا الله. الله قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما مؤمن، هو بيقول آمنا، ما مؤمن. الله قال ليه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال الله تعالى في آية أخرى يخادعون الله وهو خادعهم. والخداع لا يوصف الله به إطلاقا، وإنما في باب المقابلة في بعض الصفات تكون كمالا فيوصف بها الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد شنو كيدا، ويمكرون ويمكر شنو يمكر الله، والله خير الماكرين. طيب قال لك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم بيخدعوا في نفسهم ما جايبين خبر، لأنهم في الدنيا بيخدعوا المؤمنين ويظنون أنهم يخدعون الله تعالى بجهلهم. قال الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. اجوا الناس وقفت في الصلاة يجوا يكبروا، مشوا الجهاد يجوا خاشين عاملين فيها بقاتل وما دارين يقاتلوا. تجي أشياء كثيرة يشاركوا فيها المؤمنين في الظاهر، امشوا بغادي للكفار يقول لهم لا لا نحن معاكم، أصل ما الناس زي البز عندنا أغراض معينة، وفعلا عندهم أغراض معينة، يجوا يتجسسوا ويمكروا بالمؤمنين ووا إلى آخره. اسمعوا الدروس والمواعظ ما بتأثر فيهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، اسأل علماء الصحابة ماذا قال آنفا، حضروا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان حضروه من زول دكتور زي من الدكاترة اللي موجودين كثير منهم
وهذه المسألة وإلى آخره وثلاثة وسبعة وخمستاشر ويمرقها بغادي ويجيبها بجاي مرق برا سألوا ما مشكلة دي نحن ذاته بنسأل نحن ذاته بنمرق بنسأل لكن المشكلة بيسمعوا الكلام من أبلغ زول من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أكثر زول كلامه واضح وكلامه مبين اسمعوا الكلام يمرق برا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا وكان بيقول في شنو وقال ما فيهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منه تاني يفهم منه يفهم من منه تاني من الدعاة من العلماء من الوعاظ ممن يفهم هذا الذي ما فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مباشرة. طيب في بعض الناس بيستدلوا بأحاديث ولا يحسنوا الاستدلال بها يقول لك يا أخي يقول لك أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما جاء يقتل الرجل والرجل قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وقتلوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ما تصنع لا إله إلا الله يوم القيامة ما تصنع إلى آخره فلما أسامة رضي الله عنه قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من السيف من القتل قال هلا شققت عن صدره يعني عن قلبه أي لتعلم أقالها صادقا أم كاذبا يقوم يقول لك بس حديث ذا معناه زول بيقوله ظاهرا ثاني ما تتكلم هلا شققت عن صدره هو الرجل ذاك قال وقتلوه ده بس رد واحد خلي باقي الردود بس وجه واحد عشان الكلام ما يشتت الرجل ده مش قال لا إله إلا الله وبعد ضربوه بالسيف رضي الله عمن ضربه لأنه متجاوز عنه ولا نشك في هذا قال الكلمة وقتلوه طوارئ لكن ده سيبقوله وبعدها بيوم بيومين بيجيب ناقد من نواقضه فهمت؟ يعني ذاك ما قاله وجاب ناقد من نواقضه وجو كتلوه وجلوم لا ذاك قاله وكتلوه طوالي أما ديل الآن الواحد بيقوله وبيجي بيناقد من نواقضه تقول لي أنت مالك ماشي وين؟ ولك والله يا أخي عندي ذهب رايح سرقوه من المرأة ماشي وين ولك ماشي فيه واحد بغادي كذي بحوط الرايحة وبيعرفه وين بكجيره وبيعرفه وين وبحوط الرايحة وكذي والزول ده بصيرته مفتوحة بشوف البعيد مش ليه ذاك كاهن دجال ساحر عراف ولا بتاعت الودع ديك ولا غيره مش ليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر شنو بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده كفر بالله تعالى ودي خطورة وتعالى تلقى يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله بكرة يستهزأ بشي من الدين يعني تلقاه جاي ماشي في الطريق يشوف له زول مستقيم وعليه علامة السنة بدل يقول يا سلام والله حاجة طيبة والله يوفقنا نعمل الكلام ده وهو يقول لك أيوه عامل زي كذي واحد قال لي وشك زي الجريد قال لي قال لي يا خشيدي والله زي الجريد عديل واحد في المواصلات قال لي زي الحمار أنا ما شفت لي جريد عنده دقن ولا حمار عنده دقن أنتوا شفتوا يا ناس قال زي الجريد قال تقول أنا قاعد أنطط ولا قلت لك جيب تسالي جريد بتاع شنو ذاك قال زي الحمار الثاني بتاع المواصلات ولد كمساري صغير مساعد شاف وشي قال لي زي الحمار قال لي أزول في حمار وجيه كذي معليش يا ناس بيلعبوا سايدين بالدين في بلاوي سايد إبساي باسم دين الله تعالى غير الدين برضو بيلعبوا ففي نهاية الأمر قد استهزأ بشيء من دين الله تعالى
فيكفر وهو لا يشعر. الكلام ده جابوا لنا شنو؟ إنه زول بيقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، استهزأ بشيء من دين الله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. من هز ساي حديث الركب نقضي به الطريق، نقطع به الطريق ونقضي به السفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إلى آخر الآية. قال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنا الشدة ما بيشعروا به في الدنيا، وما بيشعروا به حال خداعهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في الأرض بالكفر والنفاق وبما يترتب على ذلك من الخديعة والمكر بالمؤمنين وبالأفعال السيئة المخالفة للإيمان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن ناس الإصلاح ذاته، ألا إنهم هم المفسدون. يا ناس ما تقولوها كمان، تودوها دي الناس الإصلاح براهم من أردمهم، لكن ما زي دي. وذاك الدكاترة في، أنا ما إلا دكتور معين أنت يجي في رأسك أنا عارفه، لكن في النهاية قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن شنو؟ لا يشعرون. ما شاعر ذاته هو بيفسد، لأنه من الإفساد أن تدعو غير الله، من الإفساد أن تسيء إلى الله سبحانه وتعالى. الدليل قال الله تعالى في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإنت من الإفساد الشرك بالله تعالى. زول تلقى ينوم، ينوم يصحى الصباح يقول لك: يا أخي أنا والله رأيت لي رؤية في المنام، أنا رأيت شنو؟ يقول لك: والله جاني فلان الفلاني من أولياء الله الصالحين، والزول ده قال، الزول ده يتبين في المنطقة الفلانية والمنطقة دي فيها بركة، بكرة يجيب له كم حديدة كده ويجيب له حداد الحمل وسوي له بيان ويجيب له أشياء كده يسويها، قطع خضراء وغيرة دلاقين وتراب، بيجيبوا بتريلا ولا بيتوكتوك ما بعرفه بكبه، ولك ده فيه بركة. تاني يجوا يشيلوه عبوه في أكياس ويتبركوا به، وتاني بكرة يجيبوا واحد جديد. والله الذي لا إله غيره. تقول له: ده شنو يا زول؟ يقول لك: يا زول صالح جانا هنا والمحل دي فيها بركة، افسد وهو قايل ده شنو؟ قايل ده يصلح وقايل ده خير. امرق له شاب ولده، ولده مستقيم، استقام على الدين، تسأل الولد تقول له: يا ولدي انت تابع لشنو؟ تابع للجماعة اللي بيكفروا الناس، ناس داعش ديلك والتفجيريين والجماعة ديل؟ يقول لك: لا لا ما تابع لهم. اها تابع لناس السياسة واللخبطة وكذي؟ لك: لا لا ما تابع لهم، تابع للجماعة بتاعين تل تل ما دار يجيب يسميزه تل تل تل. ولك: لا لا ما تابع لأيزو. اها ولدنا انت تابع لشنو؟ ولك: والله انا خليت الحفلات وخليت المعاصي وخليت الاشياء اللي بيشربوها واللي بيبلعوها واللي بيضعنوها كلها خليتها، خليتها. ها ماشي وين انت؟ والله يقول لك: دار اكون مستقيم. يقوم ابوي يسلط عليه يقول له: ايوه تبدا لي كذي يلا بيك صيره شويه شويه تاني بتفجرنا بتكتلنا، ارجع يا بوديك الخلوه للجماعه دي. الخلوه لو ماشي يحفظ قران وفي غير النازل اللي يمشي يحفظ قران، لكن يوديه لجماعه بعد شويه يجي لابس مرقع، الجلابيه جديده اشتروها جديدك ما شاخدها، زول اشتريها جديده ارقعها بواحده حمراء لشرطت لاتفتقت، انا ما عارف ذات الترزي بكون شغال زايد على قروش بس
لكن لما قول لي الرقعه دي بتنفع ما بتنفع، ايه ما اتشرطت ذاته رقعها زاي. راجعين الدين، راجعين الجلاليب، راجعين الناس الى الله المشتكى، يضيعون الاعراض والى غير ذلك من الامور التي يعرفها القاصي والداني ممن يعرف حاله. يقوم يدخله مع جماعه يخليه مقيد، الولد نص الليل شغال كر كر كر، بعد شويه امرق يلقط لك في الاكياس وكذي يقول لك ديرها هل الله، وتلقاه مغبر وغيره يا زول هل الله كذي وسخان اي بيبقى لك شنو يتدع، واتخالتك يقول لك لا لا زول زول نظيف يا زول. طيب هل الله تطلع وسخان وانت اهلك تطلعه كويس، واهل الله ما قصده انه يعني اهل الله عنده اهل وكذي، لكن بمعنى انه ينتسب الى الله من باب الصلاح والعباده الى اخره. فكل لخبه في شخبه ويدعي انه على الحق، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مفسدون بهذا الكفر وبهذا الضلال والاضلال والانحراف والدسائس التي يحملونها. الايه اللي بعدها ايه مهمه جدا، وجميع القران مهم. واذا قيل لهم امنوا كما امن شنو الناس، والناس في القران تاتي ويراد بها ثلاثه اصناف. احيانا يراد بها جميع الناس، لفظة الناس دي أحيانا يراد بها جميع الناس، لقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآية. دي المقصود الناس شنو كلهم. ومرات بتجي لفظة الناس يراد بها الكفار خاصة، كفار بس، كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، اسم إن هنا، إن الناس قد جمعوا لكم أي الكفار فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى آخره. ومرات يراد بالناس المؤمنون كما في هذه الآية. ولا شك أن المؤمنين عند نزول هذه الآيات هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإذا قيل لهم لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن الناس كما آمن الصحابة قالوا أنؤمن كما آمن شنو السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وليه هناك قال لا يشعرون وهنا قال لا يعلمون؟ لأنه من السفه الجهل، ولأنه دائما الجاهل فيه سفه. ليه؟ قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء كما في تفسير ابن كثير قال عن بعض السلف قال السفهاء الصبيان والنساء. الطفل تدي القروش بيعدي لك حلاوه، ولا يشتري لها انبوبه تسوي لها وجع حلق مدعب زاد تعبان زاد. المره تدي القروش يا كشفت لك البيت، اشتغلت لك ستاير وتمرقها، انت تمشي الشغل تعبان تعتل تجيب لها حاجة زي الزير كذي وفيها وردة في النص. يا ناس ده زمان بتاع ورد، ورد انتهى ذاته، في ورد يا زلمة لخبة سايب. تمشي وتجي تلقاها شايلة لها طقم بتاع حلل. يا مرة ده حقت شنو؟ ده حقت اللحم. يا مرة ما تتقي الا آخر مرة أكلت لحم 200 جيب لك حلة بتاع عدس لحم بتاع شنو؟ والله تلقاها النسوان معدية القروش كلها. ده كان ما قاعد التكشف في نفسها، كل يومين كريمين ثلاثة ما بعرف كدي خلطة تمشي بها غادي بلاوي ما أنزل الله بها من سلطان. كمل لك قروشك
انت تعبان توفر في القروش في النهايه تجد شتيت لك زاد. الا بعض النسوان عندهن عقل، بعضهن كويس دي يعني تكون تمام بعضهن. طيب، ومن السفهاء قال ابن كثير رحمه الله: السفيه الذي لا يعرف ما يصلحه في دينه ولا دنياه. زول السفيه ما عارف اللي بيصلحه لا في الدين لا في الدنيا. شكرا رب العزة والجلال قال في أمر الدين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وفي أمر الدنيا قال في آية الدين: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. بعد ذاك ده في أمر الدنيا لا يحسن، امشي السوق عنده قروش بدل يشتري خضار وحاجة بسيطة ويجيب البيت القاو ومفلس يشتري فيه شنو شنو شنو. إن في أمر الدنيا تلقاه قروش تعبان شهر يجي يشتريها ملابس بنطلون ضيق وإيه ده من السفه، ولا يسوي له حاجات في شعره ولا كده، سفه شديد وإلى الله المشتكى. ولا تلقى سفيه في أمر الدين، في أمر الدنيا تلقى تمام جانب من الجوانب، ما بيتغشى في الغالب أصله ما بيتغشى، امسك اي شيء تلقاه مجيهم. لكن في امر الدين بيتغشى، اي زول بيغشوا، اي زول في كلامه ولسانه في امر الدين بالباطل بالحق بيجروا معه. وكنا نخوض مع الخائضين، بس يكفكف بنطلونه ويخوض مع الخائضين. وان كان المقصود هناك ليس الماء، وكنا نخوض مع الخائضين يخوضون في دين الله بغير حق، ويستهزئون بالله وبرسول الله، ولا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون كلمة الكفر ونحن نخوض معهم. طيب، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إنت مجرد ما الناس تؤمن كما آمن الصحابة أول شيء بيكونوا على هدى. شوف تهتدي أسي الناس ما رأس ضرب كثير من الناس أو بعض الشباب يقول لك يا مولانا والله نحن تحيرنا ذات. يجونا ناس في التلفزيون يتكلموا لنا ديل كذي وديل كذي يغنعونا، يجونا التانيين يغنعونا، ديلك يغنعونا، كلهم يقول لك الله قال الرسول قال صلى الله عليه وسلم، وكلهم اي واحد عنده راي في الثاني. الحاسد شنو يعني نحن نقبل وين؟ نعمل شنو؟ نفهم الدين ده كيف؟ تفهم الدين بفهم الصحابة وتقبل، تسأل الله سبحانه وتعالى، تسأل الهداية بصدق. لو انت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، بتستشعر الكلمة دي والدعاء ده وانت صادق مع الله سبحانه وتعالى بيهديك بيهديك. يا اخ سلمان الفارسي رضي الله عنه ده عاش سنين طويلة، طبعا هو في العمر اكبر من الرسول عليه الصلاه والسلام بسنين طويله جدا، بل ابن الجوزي في صفه الصفوه قال كان عمره، يمكن ما تصدق لكن انا مصدق، قال كان عمره 250 سنه. صدق كلام زي ده؟ قال وقد حضر بعض اصحاب عيسى عليه السلام، او ناس حضروا عيسى عليه السلام هدى أدركن. تخيل التاريخ ده لما نوصل زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقرأ إسلامه وأقرأ قصته بتلقى إنه الكلام ده ما غريب. ليه؟ لأنه بدأ بيعبد النار، بيعبد النار زي ما أبوه كان بيعبد النار، وأبوه كان بيحبه، ربطه بجنازير قال لا أصله ما تمرك برا، أنا بجيب لك الأكل والشراب من المزرعة وأي شيء، بس أنت تقعد لي هنا. ربطوا بجنازير، يوم فكاو قال له امشي المزرعة جمع شنو كذي المهم حاجات. لما مشى مرة بكنيسة، والوقت ده كانوا على الحق قبل ما يحرم، فلقاهم بيعبدوا وبيبكوا، عجبته العبادة قال خلاص أنا أبقى زي ديل.
لكن ابوي ما بخليني. فسالهم قال له قال لهم افضل زول الان في الكره الارضيه، اعبد زول واتقى زول منو؟ قالوا فلان الفلان. جا راجع البيت في جنازيره، لقوا فرصه بالليل، سافر مع تجار، هرب عشان يمشي المنطقه اللي فيها العابد ده، وده كان من اعلم النصارى يومئذ، كان القسيس بتاعه وكان عليه حق. بعدين لما وصلوا او كان من قساوستهم، لما وصل في الطريق وصل القسيس ده، لما وصلوا قعد معاه فتره، لما جاء يموت قال له يا بني اذهب الى فلان فانه من اتقى اهل الارض. امشي له ومشي له، الثالث امشي له ومشي له، اخر واحد قال له ثاني ما بعرف زول كويس، لكن ده زمن بتاع نبي من الانبياء بيظهر، والنبي ده بيظهر في جهه معينه، فامشي له. اشار له الى جهه مكه والمدينه. فلما مشى مع تجار غدروه في الطريق وباعوه، باعوه ولو كده كبر في السن، باعوه رضي الله عنه. ومن باعوه اللي اشتراه يهودي وداه المدينه، فعنده نخيل شغال في النخيل وبيترقب. ده زمن النبي المرتقب، وعينه جاء ما جاء. في النهايه سمع وفوق النخل، فوق النخل بيقطع فيه، سمع اليهودي مع صاحب له ده، قال له جاء رجل من مكة يدعي أنه نبي. قال ما وصفه ما صفته؟ قال كذا وكذا. قال إن كان هو إذن هو 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 هو, هو إلى آخر، بقى يتكلم. ده نزل بقى يسمع الموضوع بهم. لما سمع قام قال للرجل الغريب، شوف منجذب نسى أي شيء، قال أين بلغ؟ قال فلطمه اليهودي، قال وما شأنك أنت وهذا يا عبد؟ اصعد فارتقي. قال ليت مالكم على شيء، اطلع اطلع للنخل. طلع ثاني بقى شنو؟ شغال في النخل، إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد ذكر له القسيس والعابد ثلاثة أوصاف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتخفى له من الليل، فجاءه بتمر وبأكل، قال يا محمد كل هذا، قال كل هذا فإنه صدق، فقدمه لأصحابه. قال كل، قال لا نأكل الصدقة، قال هذه واحدة. جاءوا تخفى له لحد ما جاءوا بالليل بالنهار، المهم تخفى له. جاء المرة الثانية شايل طعام، قال خذ هذه هدية، فأكل ثم قدم إلى أصحابه، قال هذه الثانية. الثالثة لقاه في المغابر بيحفر مع الناس بحفره، فجاء من خلفه من ظهره وأخذ يترقبه، فلاحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ إن الزول ده وراه داير حاجة معينة، فأخذ ينظر إلى ظهره، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فرأى موضع الخاتم، خاتم النبوة، فأقبل عليه يقبله ويقول أنت رسول الله، أنت نبي الله، ثم أسلم. الشاهد من الكلام ده سنين طويلة بعد ذاك تعاونوا على عتقه، على عتقه، وأعتق وصار من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد هنا إنه الزول اللي فيه خير ودائر الهداية بحق ده الله بيهديه، تسأل الله الهداية بصدق. الحاجة الثانية تتبع الصحابة، لأن الله ذكرهم في القرآن، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت مش دار الله يرضى عليك ويدخلك الجنة؟ آي ده قال لك وعد من الله تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء هم الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان
رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو دار الله يرضى عليك وتفوز تتبع الصحابة، وهذا ما يسمى بالدعوة السلفية كما قال الألباني رحمه الله. قال الدعوة السلفية المقصود بها الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال لكن قد الكلام ده يبقى طويل للزول لما تقول له الكتاب والسنة بفهم السلف وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، عشان كده اختصروها في كلمة شنو؟ السلفية. والسلفية مش معناها تجي تسجل اسمك وكان ما جيت الاجتماع بحلق لك صلعة، ما في كلام زي ما في، لا تبقى مع زول ولا تتابع زول من الناس الموجودين الآن إلا من كان على الكتاب والسنة بفهم الصحابة. وده كونه انت تنتهج المنهج ده ما إلا تبقى في حزب ولا في طائفة، أبقى حر براك. قالوك يا زول انت شنو تابع لنا شنو ما تابع لأجيزه، مسلم حر بس مستقيم. لا، الدين بتفهمه كيف؟ مرجعيتك في الدين كتاب والسنة بفهم منه؟ بفهم الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا، ما أي إيمان، كما آمن الناس، ده الإيمان اللي بيرتضيه رب العزة والجلال. اليوم اللي بتخلي منهج الصحابة بتحصل المشاكل. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم شنو في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تلقاهم في شقاق، أسي الليلة تلقى 20 طائفة وتلقاهم ده تقول له انت القرآن عندك في رأي، يقول لك لا لا، السنة عندك فيها رأي، يقول لك لا لا، الثاني تقول له القرآن عندك في رأي، يقول لك لا لا، السنة عندك فيها رأي، يقول لك لا لا، الثالث القرآن عندك في رأي، لا لا، السنة عندك فيها رأي، لا لا، انت يا الأول راضي من الثاني، يقول لك لا لا ده بختلف معه، وانت يا الثاني راضي من الثالث، يقول لك لا ده بختلف معه. القرآن بيختلف مع السنة؟ لا. القرآن بيختلف مع القرآن؟ لا. السنة بتختلف مع السنة؟ لا. طيب انتوا اختلفتوا ليه؟ يقول لك احنا القرآن ده والسنة بنفهم بفهم المفكر الفلاني، ده كبيرنا مفكر بتاعنا، ده بفكر لهم بيجيب لهم افكار ذاتها تحير اللي بيفكر. والله ده بيفهم القرآن والسنة بيفهم زعيمه، داك بيفهم شيخه شيخ الطريقة بتاعته، داك بيفهم شكي. رب العزة والجلال قال يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فإنت تابع الصحابة، والله ديل أحسن ناس، أفضل ناس، وديل خط حمر أي زول يصلون تبعد منه طوال، وما تكتفي بالبعد منه بل لا بد أن تحذر منه. ما تقول أنا خلاص خليته أها والناس يمشوا له، تحذر منه. طالما ما في غيرك يحذر أو إنت بتقوم بفرض الكفاية تتحذر منه، تحذر منه طوال، تقول ده تكلم في الصحابة خلاص انتهى الموضوع، تزيح منه طوالي تبتعد منه. يا أخي ناس كانوا محدثون من المحدثين المحدثين ويروا عنهم، لما واحد منهم سمعوا انه أنا ما دار أذكر اسمه، سمعوا انه فلان ده يتكلم في عثمان، قال لا أنقل عنه ولا أروي عنه ولا أحدث عنه. تلقى عنده مصنفات بعد ده يلقى بها في الأرض وفي البحر، في البحر لا يلتفت إليها، لأن الصحابة ديل وكل وعد الله شنو الحسنى اتبعوا. يا أخي عليك الله ناس أتبع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولا أتبع ناس السيد ما أخذ دكتورة وبروفيسير وكذي، تلقى دكتور حاجات كثيرة فايتة عليه، درسنا في جامعة درسونا دكاترة
الدكتور بيجيب لك مسألة تدي الدليل لك لا أنا ما بختن بكرة في النهاية يجيب لك تفسير يقول لك أيوة خلاص صح ده لو يتواضع وقرر لك بالصح الدليل ما يرجعه تقول له القصة دي ضعيفة قصة أبي موسى الأشعري مع عمرو بن العاص وبتاعت الخاتم دي ضعيفة يا أخ مكذوبة عن الصحابة معقول الصحابة يتخادعوا كده تدي المراجع بتاعت التضعيف تقول لها مش راجع الشيء اللي حصل بين الصحابة دي راجع شرح السنة للبربهاري راجع العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي راجع الفصل لابن حزم راجع منهاج السنة لابن تيمية راجع المراجع المنصفة اتذكروا ديل بالخير وما خاضوا فيهم يقول لك لا 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 انت ولد انت تلميذ وانا دكتور ما خلاص دكتور لما انت مش كده تلاقي الصحابة قدام تجيب قدام الله انت وهو تحل لك كلمة الدال دي دال وجنبها نقطة تحت صغيرة دي بتحل لك يا زول بروفيسور يدرس تلقاه ويقول لك اشياء والله ده واحد بيدرسنا كان بروفيسور وبيجيبوه في الرادي ما دار يجيب اسمه بروفيسور عادل ده جاب له مسألة ونبس فيها الزول اللي بيقول بها قالوا له دي بيقول بها ابن عباس رضي الله عنهما ها رأيك شنو وشتم ويتكلم نبس الزول اللي بيقول بالمسألة دي وإلى الله المشتكى لذلك انت ما تقتر لا بجيبوه في التلفزيون بجيبوه في التلفزيون يعني مقياس ما أعرف هذا يقول لك بيجيبوه في التلفزيون مع ناس متاعب بيجيبوه في التلفزيون بيدعبوا الناس وبيبقوا مارقين ده ما بيجيبوه في التلفزيون برضه يقول لك الزول ده يا مولانا كان ما زول خطير زول ده بدرس في جامعة عديل بدرس فيها بدرس في جامعة ده ما مقياس دي ما حجة النبي عليه الصلاة يقول لك انت عندك دكتورة لا لا ما عندي انت ترد على دكتور أبو هريرة عنده دكتورة ما عنده في دكتور بيقول أنا أفضل منه أعلم منه ما في وده ما طعن في جميع الدكاترة في ناس عندهم علم ومحترمين لكن أنا ما دار أشتت لك الكلام لو دار تفهم الدين تفهمه بفهم الصحابة يكفي في النقطة دي إنه الناس ديل كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بيجوا يسألوه يجوه قل يا رسول الله أنزلت علينا آية الآية دي نزلت عليك ونحن قريناها نزلت علينا عليك انت وانت قريتها لنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا شنو؟ تسليما عرفنا كيف نسلم عليك دي عارفيننا فكيف نصلي عليك دي الفيزول بيفهم القرآن أكثر منه الشيء ما بيفهموه بيمشوا يسألونه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره ثاني في زول بيجي يجيب لهم صلاة غير دي ويغنعهم ولا اللهم صل على محمد على شنو الخاتم لما سبق الفاتح لما أغلق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم إلى آخره أنا أتابع ده ولا أتابع سأل الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة زي ما في البخاري ومسلم ناس كعب بن عجرة رضي الله عنه الرواه الأحاديث سألوه مباشرة عن الصلاة عليه وكيف لذلك القرآن والسنة تفهم بفهم الصحابة صحابي ماشي في الطريق رأى امرأة كان يعرفها في الجاهلية فقبلها ثم نظر وهو يمشي فالتطم بالجدار فشج فسال الدم منه دير الله بنظفه وقتي يا بيبتلى يا بيغفر لهم كذي بس رحمة منه طوالي وقتي وصل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة كنت أعرفها في الجاهلية في الحائط الفلاني بستان الفلاني في الطريق فأصبت منها ما يصيب الرجل من امرأته غير أني لم أواقعها ما زنيت بها
اها المغفرة اسوي شو؟ دين ما الله قال فيهم وفي الناس زيهم وما في ناس زيهم بعدهم، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا طوالي فإذا هم مبصرون، بيعرفوا الحق بيرجعوا للحق طوالي شنو؟ قال فصلوا العصر الأذان ده، فجاء هذا الرجل رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فصلوا صلاة العصر، ثم لما انتهت الصلاة أو صلاة غير هذه الصلاة، فلما انتهت الصلاة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل، فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله أنزل علي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هل صليت معنا العصر؟ قال نعم، قال إن الله أنزل علي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأنا المثل ده طوالي بضربه. فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لي خاصة أم للناس عام؟ قال بل للناس شنو؟ عام. تاني انت لو جابوا لك 20 قول قال فلان خاصة قال فلان عام قال فلان وجابوا لك قول الرجل ده بتاخذ به قول منه؟ قول الرجل ده ده نزلت فيه ذاته. تاني بيجي زول يقول أنا أفهم بالآية دي من الصحابي الفلان وهكذا القرآن، هم أفهم الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأسأل الله يجمعنا وإياكم بهم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دي بتحل لك إشكالات كثيرة. تكفيريون تلقاهم يفهموا الآية براهم، الآية التي لنا معهم خلاف في معناها وفيما يترتب عليها من أحكام، انت تجيب كلام من عباس رضي الله عنهما في الآية، هون يجيبوا لك كلام زي واحد اسمه على الدين الزاكي، قال الآية دي واضحة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ده بتاع ناس طيبة، أنا طيبة ما تحضر لها، قال الآية دي واضحة، فتقول لي قال ابن عباس ولا قال فلان، تقول قال ابن عباس قال الآية دي واضحة كافرون كافرون، هذول قال كفر دون كفر، وأنا ما داير أشتت الكلام، لكن في النهاية قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شنو؟ شياطينهم، في الصفحة 11 وإذا خلى بعضهم إلى بعض، معناه الشياطين ديل إنس ولا جن؟ إنس. شكي رب العزة والجلال قال في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فزي ما الجن عندهم شياطين الإنس برضو عندهم شنو؟ شياطين. دائما الشيطان دي تطلق على الشيء الذي فيه شذوذ، شيء شاذ في الانحراف في الضلال، ده شيطان. دول تلقيت مايا بتراقص، هذا شيطان. تلقاه في الدين يلخبط، شيطان. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى آخر الآية. ولذلك وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بالله ونستهزئ بالمؤمنين. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم،
ويمدهم في طغيانهم يعمهون، في طغيانهم، طغيان تجاوز الحد. أولئك الذين اتصفوا بهذه الأوصاف وبهذه الصفات، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، بدل يشيلوا الهدى دفعوا شالوا الضلالة. هل الناس ذيل قصدوا الضلالة؟ قصدوا يضلوا؟ في الغالب الزول اللي بيضل ما قصده يضل، قايلين روح على خير، كما قال الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وده حال الليلة كثير من البشر من أهل الضلال، تجد تقول هذول الآية كذب، الله قال سبحانه وتعالى كذب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحكم الفلاني، قال الحديث الفلاني، يقول لك لا 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 دار تضللنا. وإذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. كثير من الناس في ضلال وما جايب خبر، قال نفسه في هدى ماشي فرحان. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. مزين له ما جايب خبر، شكل أي زول حاسب نفسه أي خطوة ماشي في الدنيا إلى الله تعالى، تشوف الخطوة دي مبنية على الكتاب والسنة بفهم الصحابة، أمش طوالي وأخلص لله تعالى والله يوفقك. لقيت ساي قالوا لينا وفي النوم جاتنا والشغلة دي بفريح، فريح شنو يا حبوبي أنا دكتور يجرب في الزول هاك البنسلين ده ما نفع، اديك حقن ما نفعت، درب ما نفع، طعنك ما نفع، ودوك المغابر برضو بتلقاه مرات هناك في عذاب، مشكلة. يجرب فيك لما نعرف الحق، ده ما دكتور ولا طب ولا مسألة بتاع التجارب يا ناس. الزول عنده عمر واحد، لو عنده عمرين يجرب بواحد، واحد مش بعدين يعني، المشكلة هو عمر واحد تقعد تجرب به. الليلة ختمي، بكرة تجاني، بعد بكرة قادر، بعد بكرة أخو مسلم، بعد بكرة ما مسلم، بعد يا ناس فيش موزات. مرة لابس لي جلابية عندها جيب ورا وجيب قدام، مرة طاقته لي فوق، مرة يطوطوها لي تحت، مرة يقلعها مرة واحد. مشكلة في طاقية ولا في مناهج منحرفة تحير الزول ذاته. عمر واحد، كتاب بين، آية حديث، أمسك في الحق لما تلاقي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ختام هذه الآيات قال: مثلهم هؤلاء المنافقون في الدنيا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وفي مآلهم يوم القيامة. زول استوقد نارا، استوقد السين والتاء للطلب، أتى بالوقود فاستوقد نارا أشعلها في ليلة شاتية برد والناس اتلمت شافوا النور ظلمة مظلمة، ولع النار الناس جو حوله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ليه قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، هم ما شايفين الرحمة دي، وظاهره من قبله شنو العذاب، شايفين العذاب، هم كان دخلوا كان لقوا شنو الرحمة، لأن هناك قال لك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. جوزوا بجنس أعمالهم زي ما خدعوا المؤمنين في الدنيا وشالوا الغنائم وأمنوا في دمائهم وأموالهم
قال ابن كثير وغيره من المفسرين: وتزوجوا من المسلمين واستمتعوا بمتاع الدنيا وهم يخادعون المؤمنين جوزوا بالخداع يوم القيامة. قدام النور بعد شوية ضل، قدام عذاب وهو راو شنو؟ رحمة. عشان كده باختصار، شفت الدين ده تمشي لله عديل، ما تلخبط فيه، تمشي مستقيم تائب منيب لله تعالى، تلقى الله وأنت صادق والله بيرحمك. سمى نفسه غفور، تغلط ما قال لك انتهى الموضوع، تغلط ترجع له بيغفر لك، والمعصية ذاتها يقلب لك حسن، حسن ما أجر عظيم رب العزة والجلال. تمشي تمام لحد ما تلاقيه ويرضى عنك. أسأل الله ينجينا جميعا من صفات المنافقين ومن أوصافهم ومن شعبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيك. نحن ما بينا الأسئلة، لكن شنو ماشيين نلحق مسجد ثاني. والله دي حقتها جدا، حقت ود الناير، الله يدينا خيره ويكفينا شره. مشكلة شره يظهر بعد الموت. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.